طيب ورجعنا لفقرة سؤال وسؤال. الحقيقة ان الموضوع النهاردة لذيذ ومختلف. احنا كلنا عارفين انه الابراج بتحدد, او يعني في ناس بتعتقد ان البرج بيحدد جزء كبير من شخصية البني ادم, وان الاشخاص اللي بينتموا لنفس البرج بيبقى عندهم جزء كبير من الصفات المشتركة بينهم وبين بعض. وعارفين الابراج العادية وفي الابراج الصينية وفي الارقام وفي قصص كتير جدا جدا عن الابراج وتفاصيل كتير وفي كتب عن الابراج. وفي ناس الحقيقة انها بتقيم الاشخاص لأول لحظة او الفيرست امبريشن عن طريق برضو برجهم وبيتأثروا جدا بالفكرة دي. لكن بقى في ساحة جديدة في عالم الأبراج اللي هو ايه بقى حضرتك اللي هو عقدتك من برجك. يعني ايه عقدتك من برجك؟ ما ليه شخصية برضو؟ لا يعني في موقع اسمه اي تايمز, موقع ده معمول للبحوث والتحاليل المختلفة. الموقع ده قرر ان هو يربط كل برج بعقدة معينة من خلال مجموعة من البحوث والتحاليل الميدانية زي ما بيقولوا. قال لك ان كل برج له عقدة معينة, معظم اصحاب البرج بيمتازوا بالعقدة دي او عندهم العقدة دي, مشتركين فيها. مشتركين فيها زي مثلا برج العذراء. برج العذراء عقد اه عنده عقدة, بيقول لك عقدة من العقد. يعني عقدة من عقد برج العذراء كتير. انا كتير قوي على فكرة. بس في عقدة انا لما قريتها حسيت ان انا عندي العقدة دي, جلد الذات. دايما بيحمل نفسه مسؤولية اللي بيحصل حواليه حتى لو مش خطأ زنب. وحتى لو ملوش ذنب فيها, لمجرد انه هو جزء من المنظومة دي, فتلاقيه دايما بيجلد ذاته ودايما بيحمل مسؤولية على نفسه ويقعد طول الوقت يدوس على نفسه ويعذب في نفسه ويأنب في نفسه. طب بصوا بقى يا جماعة, برج الدلو. انا ماليش في الدلو قوي الصراحة, انا ما اعرفش حتى دلو. انا اعرف ماله بقى عقدته المسؤولية, لأنه بيقدس حريته الشخصية وعند عقدة من أن أي حاجة تيجي على حساب حريته الشخصية أو تحسسه بأن حد بيتحكم فيه. يعني هو أول ما هيبتدي يحس أن في حد بيتحكم فيه تبقى عنده مشكلة, لأنه يقدس حريته الشخصية. تفتكري ده صح؟ بس ده بعيد عن الأنانية؟ لا دي مش حاجة صح, ده اللطشة في الأنانية. لا حاجة صح؟ في الدلو يعني. شفتي عندك تعرفي ناس دلوة عندهم شفت. بس ليش زي يعني دي مشكلة كبيرة. طبعا طبعا مشكلة كبيرة, لأنك هتبتدي تاخد مواقف عشان حريتك الشخصية. الأنا بقى كتير. الأنا هتودي الأنا. طيب برج الحمل يلا عقدته التسرع. أخويا متسرع جدا, لأنه يريد أن يفعل ما يحلو له. حلوة صح. دون تفكير. وهو متهور لدرجة أنه خطر على نفسه. يا ساتر. هو نفسه. هل بتعتبروا نفسكم متهورين؟ لا. ولا بتفكروا شوية قبل ما تعملوا أي خطوة؟ لا احنا مش متهورين خالص. لا خالص. انت متهور؟ انت متهور. انا متهور بس مش حمل. شوية. انا متهورة في المشاعر. انت يا دودو؟ يعني في المشاعر كمان السلبية. يعني متهورة في ان انا ازاي ده انت عقلانية جدا. لا يعني عندي تهور في تعبير عن مشاعري ساعات في اوقات معينة. فاهمة؟ اوقات الغضب ممكن تلاقيني بعبر عن مشاعري بشكل متغير. هو الغضب بس من غير حساب. فين مش لانك عصبية في حبك. لانك عصبية. بتصحى الصبح تقولي بحبك يا شيء. لا بس لا 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 بتعمليها. لا لا, 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 لا بصراحه بتعمليها. لا بتبهريني.